السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بو جينا نتكلموا على امور، لان المباراه ما شفناهاش ما نقدروش نتكلموا عليها، ولكن نتكلموا على التشكيله والخطه اللي لعب بها جمال بالماضي والتغييرات والجو والحراره والرطوبه شحال كانت. بعث لي خويا الهاشمي على كل حال والاهداف اللي سجلهم والتغييرات تاع المباراه هذه تعطيك نظره كبيره كبيره كبيره. هذا هو الموضوع اللي جينا نتكلموا فيه على كل حال خاوتي، باش ما نطولش الفيديو. على كل حال حبيت نرد على حافظ الدراجي، لان راه دخل للجزائر ورانا راحوا ليه الصحافه هيا جان يا خاوتي لي ميكروس بوعي ويهضر واحد الهضره تاع دوك نشوفوا حافظ الدراجي واش يهضر ولا رد. ماشي نرد عليه، راه باينه ما كان له كاع تكذب. اسمع واش يقول الدراجي. نتكلم انا نشكك في النوايا نتاع الناس. لا، الاعلام نتكلم على الاعلام بالمطلق، مش ما نخصصش لا جريده فلانيه ولا قناه فلانيه ولا شخص فلاني. الاعلام يقوم بواجبه، وبعدين مثل ما اللاعب او المدرب او رئيس الاتحاد الاعلام يقوم بواجبه ويمد المعلومات الصحيحه. هذه هي خدمه الاعلام، يتحرى على المعلومات الصحيحه ويجيبها ويمدها بالادله، ماشي كيما الخلطو تاعنا. دوك نجاوبك. يحبوا المنتخب الجزائري، ايضا الاعلاميين يحبوا المنتخب الجزائري. ما شكيتش، دوك نجاوبك عليها. وانت واحد من الناس، ما شكيتش، انتوما تحبوا المصلحه تاعكم، تحبوا تجوا تشدوا الاتحاديات تحكموا ديروا لي زانترفيو، هذا واش يهمكم؟ ما تهمكم لا الجزائر لا المنتخب. كي تخرجوا تقولوا ما تصوروش ما عندكمش علاقه بالمنتخب، تقولوا تاتاكيو في المنتخب وانت اكبرهم. كتبانوا فيه نيه التكسير، لا، فيه نيه القيام بواجب. القيام بواجب انكم باريزومبل قويري ماشي مصاب، معلومه يجي يقول لهم عندي معلومه ومن الداخل ما نصبح ربي وما خمش مع اللاعبين، وانت تزيد تساندو في لي بوست تاعك وتقول استنى ننتظر والحقيقه سوف تظهر وكذا ومنا، وترمي في الشرات وتشكك في الاتحاديه، وبعد خرج المدرب تاع وسمو يقصفكم جاي تقول لي النيه يخدموا للمصلحه. قيام بواجب مهني واعلامي. مهني واعلامي، راكم ما عندكم حتى علاقه بالاعلام وما عندكم حتى علاقه بالواجب. وتوجيه رساله للجماهير. هاي ذيك اللي حبيتو، توجيه رساله للجماهير، ضرب الفتنه وضرب الاستقرار باش بالاخبار الكاذبه تاعكم. جبنا لكم عده مواضيع كذبتوا فيهم وجبناكم باللي كذبتوا وفضحناكم، غير ريح طرونكيل. يجب ان نتجاوز هذا الامر، عندما انتقدك وانتقد خياراتك فأنا لا أكرهك. أنت لا تنتقد، أنت لا تنتقد، حنا ننتقد، والجماهير في التعليقات ينتقد تغييرات بالماضي، ينتقد قائمة بالماضي، ينتقد كذا. أنتوا راكوا تجيبوا في أخبار مضللة. قالوا لي سمعت خبر رسمي حصري، راه وقصفكم بالعمري، قال لكم قتلتونا بالخبر حصري ونيوز حصري. وكذب في كذب، تطلع دائما في الاخير كذب في كذب. طايح نتاع جمال بالماضي استقاله، وجاي تقول لي باللي تحبوا المنتخب. حفيظ خليني منك، انت راك تضرب على بلاصتك، كاع الصحافه اغلب ماشي كاع حاجه اللي كاين الرجال يا خوتي، بصح اغلب الصحافه كاع تضربوا الاستقرار، تقوليش تنتقدوا، ما راكوش تنتقدوا، راكو تمدوا في اخبار كاذبه، اخبار مغلطه، تنشروا الفتنه. واش من الفائده انا تجي تقول لي يوسف عطال في 2019 القضيه هذيك؟ واش من القضيه تجي تقول له باللي رياض محرز ضارب مع بالماضي، بالماضي قال له نحي لك شارة القياده بالكذب. قويري مشي مصاب. بون خاوتي خليني منهم يعيوا، ندخلوا في الموضوع تاعنا. شوفوا خاوتي النتيجه خلاصت 4-0 هكذا ولا لا؟ لا ما تخلعتش النتيجه، ولكن الامور اللي حبينا نهضروا عليها، بغداد بونجاح ما على بالناش شكون اللي مد اسيس ومن بعد تبان. بغداد بونجاح في الدقيقه الاولى في المباراه ماركا راس حربه ماركا هكذا ولا لا؟ لا رياض محرز في الدقيقه 39 في الشوط الثاني ماركا، هذا امر مهم جدا، لان رياض محرز ما راهوش يماركي مؤخرا مع المنتخب، ولازم يرجع للتهديف تاعو، وهذه العوده بحول الله عز وجل، ان شاء الله تكون العوده لدريبلو تيري كما كان داير، كان كل ماتش يماركي خاوتي. قريب يلحق سليماني رياض محرز، مور سليماني كاين رياض محرز خاوتي. راكم شايفين، فلازم يسجل، ما تقوليش انا 90 دقيقة ما يلعبش ومن بعد يمد التمريرة حاسمة، نو. لعب ما راهوش تمريره حاسمه، مباراة ما راهيش تمريره حاسمه، تقدر تكون تمريره حاسمه مهمة، ولكن مباراة 90 دقيقة، دفاع، هجوم، راه فاهم، تفتح المساحة لصحابك، تجيب ثلاث أربع لاعبين تدريب لي يولي يخافوا هذيك الجهة، عندك إسلام سليماني دخلوا بديل إسلام سليماني وعموره، إسلام سليماني رأس حربة ماركة، يعني بونجاح رأس حربة ماركة، وإسلام سليماني رأس حربة ماركة،
وعندك عموره ماركه في دقيقه 93 هكذا ولا لا؟ لا يعني ما شاء الله، زوج اجنحه ماركه وزوج راس حربه ماركه، هذه حاجه تفرح، هذه حاجه تطلع المورال، هكذا ولا لا؟ لا عنجو التغييرات اللي دارها بالماضي، يعني الاولانيين ماركه وزوج، والبودلاء ماركه وزوج، سلي ما سلك رانا سوا سوا، هكذا ولا لا؟ لا التبديلات، دخل اسلام سليماني دخل في بلاس وبونجاح، هذا هو المهم اللي راني جاي له، دخل عوار في بلاس اسماعيل بن ناصر، دخل والناس في بلاس بالليلي، هكذا ولا لا؟ لا يعني اللافته كي طلعت عوار في بلاس بالليلي، يعني واسمه والناس بلاس بالليلي، يعني والناس دخل على الجهه اليمنى على حساب واش راني نشوف، مش المباراه يقدر يكون دخل الجهه اليسرى، ولكن في اللافتة اخرج بالليلي ادخل والناس، يعني والناس راح للجهة اليمنى هكذا ولا لا؟ لا الجهة اليسرى جهة يوسف بالليلي، يعني الماتش اللي فات لعبوا في الجهة اليسرى راحوا حايب جمال بالماضي يعتمد عليه في الجهة اليسرى، ولا هذا لا لا كذلك. ودخل واسمه فغولي دخل في بلاس شايبي دخل في بلاصتو فغولي، عندك زروقي دخل في بلاصتو بن طالب، يعني زروقي دخل جمال بالماضي حايب يعتمد عليه كسونتينيل بديل لبن طالب، هذه نقطة باش نتفاهموها. وعندك في القدام عندك عوار، عندك شايبي، عندك واسمو فغولي، عندك واسمو بن ناصر، هادو هما اللي خدموا كيما يقولوا الوسط الميدان الهجومي هكذا ولا لا؟ لا دخل عمورة في بلاصة رياض محرز، الماتش اللي فات اللي لعبناه وشفناه لايف، دخل نفس الشيء واسمو عمورة في بلاصة رياض محرز، يعني دخل عمورة الجهة اليمنى وعمورة يلعب الجهة اليسرى أكثر شيء، يعني والناس منا وعموره منا اسك، وهنا راح يصير تبادل المراكز من داك الناس يولي منا وعموره يولي منا، يعني يحب يعودهم بمناصب اللي يستحقهم في بعض المباريات. شوفوا خاوتي نعطي لكم الطقس، النتيجه 4-0 نعطي لكم الطقس، يعني باش تشوفوا باللي المنتخب ان شاء الله راهو بخير. 30 درجه الحراره، 30 درجه، راني جاي واحد النقاط ثاني كنتكلم عليهم، على بالكم شحال الميديتي؟ الميديتي 75%، على بالكم باللي 75% ميديتي راهي كارثه، ودرجه الحراره 30 درجه راهي يعني درجه الحراره 30 صافا، نقدروا نقولوا ماشي صافا سخانه بارابور لهنايا راهي تحت الصفر، وتما راهي 30 شغلك في الصعيد، حنا لو كان راهي هنا غير 20 نروحوا نعوموا، راك فاهم واش حبيت نقول لك؟ يعني 30 بزاف بالنسبه للاعبين اللي راهم يلعبوا وعايشين في اوروبا، هكذا ولا لا؟ لا يعني هنايا وماركا واربعه، ماركا واربع اهداف، يعني رانا نسجلوا اهداف في ظروف صعبه، ظروف مناخيه صعبه، هذه نقطه ربحناها من المباراه اللي لعبوها على الربعه باش يوجدوها لبوركينا فاسو. نجول التشكيله اللي دخل بها جمال بالماضي اساسيه، وهذه نظن 90% او 99.99% هي اللي راح تكون التشكيله الاساسيه، ماشي كاع الكانه، التشكيله الاساسيه تاع المباراه الاولى، وفي المباراه تاع بوركينا فاسو الثانيه راح تختلف التشكيل، بون تختلف لاعب زوج، دوك نقول لكم شكون هما. عندك ماندريا راح يلعب كاع المباريات، عندك عطاله راح يلعب كاع المباريات، عندك رامي بن سبعيني راح يلعب كاع المباريات، عندك مندي راح يلعب كاع المباريات، عندك ايتنوري راح يلعب كاع المباريات، هادو هما اللي يدخل بهم اليوم، وهادو هما اللي راح يعتمد عليهم بصفه 99% في فلكان هذه، هكذا الدفاع. نجو لوسط الميدان، عندك بن طالب راح يلعب كاع المباريات 99%، ان شاء الله ربي يحفظهم من الاصابات برك. عندك اسماعيل بن ناصر راهو لعبوا المباراه اللي فاتت، شوفوا اللي لعبهم المباراه اللي فاتت وزاد لعبهم المباراه هذه، هما اللاعبين الاساسيين اللي ما راحش يستغنى عليهم جمال بالماضي 99%. واش هضرت لكم حتى للان، حتى وصلت لبن طالب كاع لعبوا اساسيين المباراه اللي فاتت، ويلعبوا في اغلب المباريات على كل حال، وراح يلعبوا في اغلب المباريات اللي راهي جايه. نجوا لوسط الميدان، عندك بن ناصر لعبوا المباراه اللي فاتت ولعبوا هذه، يعني بن ناصر راح يلعبوا كاساسي في القان هذه. عندك شايبي والخطره اللي فاتت شكون دخل؟ الخطره اللي فاتت دخل فغولي، هنا هذه هي النقطه اللي راح تدور بين اللاعبين اللي يدخل في تشكيله الماتش الاول واللي يدخل في تشكيله الماتش الدوزيام، ممكن راح يعتمد على شايبي ويدير كيما نقولوا عوار البديل تاع شايبي، او ممكن راح صاديبو وقتاش يحط شايبي وقتاش يحط عوار او باريزون فغولي، يعني هاد النقطه بن ناصر وبن طالب اساسيين وطلع للفوق كاع اللي هضرتهم اساسيين، وصلنا لوسط الميدان الوسم
الشايبي هنايا كاين من داك يلعب شايبي من داك يلعب مازال ما بانش بصح بالماضي راهي باينه عنده بصح واش حبيت نقول لكم لينا حنا شكون اللي راح يكون اساسي اساسي ممكن عوار ممكن او ممكن يكون تبادل بيناتهم بين عوار وفغولي وشايبي هكذا ولا لا لا الجهه اليسرى محرز لا نقاش فيها لعب الماتش اللي فات وزاد لعب الماتش هذا يا وراه يلعب كاع لي ماتش تاع المنتخب الوطني الجزائري نجو راس حربه عندك الجهه اليمنى عندك بالليلي بالليلي هو اللي ممكن جدا راح يلعب الماتش تاع الاولاني ولكن بعد موراها عموره هو اللي يعاود يشد ريتم لان عموره هو اللي راح يكون قطعه اساسيه بالليلي راح يكون كما نقولوا يلعب في بعض المباريات باغ اكزومبل المباراه الاولانيه يقدر يلعب في المباراه الثالثه او بالماضي راح يستعمل بالليلي لان بالليلي شويه بدنيا ما نكذبوش على روحنا وكي نقولوا هذا الشيء ما راناش ننتقدوا في اللاعب نو كي كان صغير كان يطير وكان كذا دوك شغل نقص بدنيا شويه نقص يعني على بالكم وريتم الجزائر ماشي كيف كيف واش حبينا نقولوا بالليلي راح يخليه جمال بالماضي للدقيقه العشرين في بعض المباريات كي ينهاروا التعب والسخانه وكذا ينهاروا يدخلوا في هذيك العشرين دقيقه يكون ديجا هو فريق يطيبهم من هذيك الجهه هذه هي الخطه تاع جمال بالماضي في يوسف بالليلي اللي راح يستعملوه في هذه النقطه بزاف ولازم يبدا بها المباراه الاولى ممكن يبدا الثاني بادم والناس عندك بونجاح اللي دخل اليوم اساسي بونجاح ما راحش يكون هو راس حرب الاولاني راح يكون اسلام سليماني لان يعني اسلام سليماني تقريبا المباريات كاع اللي راهو يدخل لهم مع المنتخب راهو يماركي وراكم تشوفوا اليوم دخل ماركا يقدر يستعمل كيما نقولوا 4 4 2 يلعبهم في زوج ومن ذلك يدخل اسلام سليماني ومن بعد واش عندك بونجاح يستعملوا مع يوسف بالليلي بونجاح راح يستعملوا مع يوسف بالليلي خرج باغ اكزومبل عموره ويخرج اسلام سليماني كي يكونوا اساسيين ويدخل هاد الثنائي اللي يقدروا يديروا حاله في ال 20 دقيقه الاخرى وتكفي تكفي 20 دقيقه كي يدخل لك يوسف بالليل يدخل لك بغداد بونجاح ويقلبوا لك ماشي يقلبوا لك طاوله يزيدوا يسجلوا لك اهداف وكذا ويتحركوا مليح صافي بليزير راهم يساعدوا في المنتخب ما يهمش اللي يكون اساسي لان هذا المنتخب اللي يكون مليح هو اللي يكون اساسي والبديل تاعو لازم ثاني كيطير هذا ما كان شوفوا خاوتي واحد نقول هذا الكلام انا نشك علينا انت يا الدراجي تعيي تفشل شوفوا خاوتي النقطة اللي حبيت نوصل ليها كاين بزاف اللي راهم متخوفين لأن كأس إفريقيا خرجنا من الدور الأول المرة اللي فاتت خاوتي حنا ربحنا لاكوب دافريك وحققنا 35 مباراة دون هزيمة هذه النقطة لازم نتكلم فيها حققنا 35 مباراة دون هزيمة هكذا ولا لا راك معايا كي دخلنا لاكوب دافريك دخلناها وحنا كيما نقولوا حنا كونفيون يعني مازال ما خسرنا حتى ماتش كان ما نقولكش غور ولكن هذه كيما نقولوا سنة الله في خلقه يعني انت كي تشوف روح قوي 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 يعني دائما شغل دخلوا بالكونفيونس كونفيونس كونفيونس هذاك طب طفرت فيهم دوكا راهي عندهم خبره كيفاش داو لاكوب دافريك راهي عندهم تتواجد عندهم وخبره تاع الخساره والخروج من الدور الاول راهي عندهم يعني هذا اللاعبين راهي عندهم خبره راهي عندهم خبره كبيره يعني دوك على بالهم ما راهمش داخلين بهذاك الغرور او هذيك الصيفه اللي دخلوا بها في اسمه في الكاميرون نو راهم داخلين بصيفه احنا كنا بطل افريقيا والتعفاستنا هذا الخطر ما تعفاستناش يعني واش حب يقول خداو الدرس وهذا الامر اللي يخليني ما نتشائمش هذا الامر اللي يخليني يكون عندي طموح ما نقولكش ندوها صافي في ليجن ولكن عندي طموح بلي راح نقوموا بدوره رائعه وراح نروحوا لابعد نقطه بحول الله عز وجل مع لاعبين جدد عموره راه يطير الله ويبارك مع شايبي مع ايت النور اللي يخدموا لك ثلاثي يعطيك روحي وارواحي ويخليك الاخبار نشوفوا ان شاء الله دوره رائعه خوتي عندهم خبره اللاعبين من ناحيه انهم فازوا من ناحيه انهم خرجوا من الدور الاول هذا اللاعبين راح عندهم فكره في هذا الموضوع هذا واش حبيت نقول لكم في هذا الفيديو خوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام